الجولة الثالثة هي مثل ما يقولون الموقعة الكبرى، يعني هي فيها شوط النخبة، الناس داخلة على جواز قوية السيارات وجواز نقدية قوية، وهي صفة الصفة اللي راح تشارك. المسابقة مشت من الجولة الأولى إلى الثانية من تقدم إلى تقدم، النجاح كان واضح من أول يوم في انطلاقة المسابقة، هذا يدل عن شيء، يدل على خبرة الأخوان الموجودين في اللجان. Thank you.
صار لي اسبوعين من يوم اخذت الطير وادرب على المسابقه، والحمد لله الله وفقنا وشاركنا اليوم واخذنا المركز الاول التوقيت 24. الحمد لله الله وفقنا اليوم وخذيت المركز الاول في بيورات الجيره والمركز الاول في شوط الشواهين. بديت ادرب الطيور من بدايه شهر 9، رحت المزارع خارج المملكه ودورت يعني الطيور اللي نوعيتها زينه وشريت الطيور واجد وطلعت منها يعني الطيور هذه اللي قدرت انافس فيها متسابقين.